ونحن نتحدث عن الريف المصري، هذا الجو الجميل والبيئة النقية، نشاهد أمامنا قرية طرباي. وقرية طرباي هي قرية تابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. ما نشاهده الآن هو بنجر السكر، وبنجر السكر معروف ما هو من محاصيل السكر، هو المحاصيل الشتوية لإنتاج السكر، وينتج السكر من الدرانات كما نشاهد. إذن نحن نتحدث من أمام قرية طرباي التابعة لمركز سنبلاوين دقهلية. القرية لها مدرسة تعليم أساسي وطريق مرصوف، والقرية جواها جميل لأنها تحيط من الأراضي تحيط بالأراضي الزراعية من كل جانب. وكما نشاهد القرية بقى مدرسة تعليم أساسي، مدرسة طرباي الابتدائية المشتركة، مدرسة طرباي الابتدائية المشتركة. تأسست عام 2001، يبقى مدرسة طرباي الابتدائية المشتركة تأسست عام 2001 وهي تتبع إدارة السنبلاوين التعليمية. ما زلنا نتابع مدرسة طرباي الابتدائية المشتركة. السلام عليكم. بعد إذن سيادتك، هو البلد لها شيخ بلد أو حد قائم بال؟ لا لسه والله. إشمعنى؟ أنا من